توكل على الحي الذي لا يموت. يا معين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طيب، هذا وجه من الوجوه. وقفت على ألف لام ميم، نفست وخذيت النفس، وبعد قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قالوا مازال عنده زوج وجوه، القصر مع الوصل والطول مع الوصل. القصر مع الوصل يعني ألف لام ميم بما بعدها، هذاك اش معناتها الوصل. القصر مع الوصل والطول مع الوصل. واضح يا شيخ؟ يلا انت لنا بالقصر، الوجه الثاني اللي قالوه. ألف لام ميم. قصر، قصر اسمه قصر. أي. نعم. ألف لام ميم. قصر يا شيخ. قصر. 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 نعم. حركتين. ألف لام ميم. الله لا. ألف لام ميم الله. يلا. نعم. هاي طبعا. ألف لام ميم. نعم. ميم الله. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذا تحسنها أكثر جيب قلنا الميم. ألف لام ميم الله. نعم. جيب الغنة مش ما ننساش. جيب الغنة حركتان وبعد نعمل حركتين أخرين تاع المد ونواصل. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. هذا يسموه القصر مع الوصل. مع الوصل. نعم. قصر مع الوصل. تو تجيب لنا الطول مع الوصل. الطول مع الوصل. اي سلام. ربي قدرنا ان شاء الله. يلا اجبد النفس. ألف لام ميم. لا زيد الغنة اللي عملته سيارة. نعم. الغنة ناقصة. راهي الميم مشدة فيها غنة. نعم. جيب الغنة وبعد امشي للمد. ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذا كم من وجه يقالون؟ ثلاثة أوجه. نعم. دولاني الوقف يعني وقف تام تفس. نعم. الوجه الثاني تقول لي الوصل مع القصر. لا العكس. القصر مع الوصل. مع الوصل. القصر قصر مع الوصل. مع الوصل. الوجه الثالث الطول مع الوصل. الطول مع الوصل. واضح. نعم واضح. يلا الوصل التي بعدها. نزل عليك الكتاب. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أيش وبعدها؟ ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أحسن. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من والإنجيل. أحسن. وقف. هدى لل لحظة يا شيخ. لفظ التوراة، لفظ التوراة في كل القرآن بالنسبة للإمام قالون عنده الفتح كما قريت التوراة وعنده التقليل. إخواننا في ليبيا يقرؤون على التقليل لأنه عنده مقدم، هو المقدم هو التقليل. احنا لا، المقدم عندنا هو الفتح كما قرأت التوراة، هذا هو الفتح. التقليل هكذا التوراة راء راء، بدل ما نقول راء نقول راء. سماش إمالة؟ لا، اسمه تقليل. الإمالة أقل. توريه هذا فهمني، هذا اسمه تقليل. التوراة راء، بدل ما نقول راء قول راء راء. كل لفظ التوراة حيمر معنا نقرأ على الفتح ثم نعطف على التقليل. هكذا رواها الإمام قالوا عن شيخه إمام نافع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا شيخ؟ يلا إيتي لنا بالتقليل في لفظ التوراة.
نزل عليك الكتاب بالحق بالحق وأنزل مصدقا لنبيه. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي هذا صار تسهيل يا شيخ. هو الذي يصوركم في الأرحام. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله وما فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والحرث والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم. باهي لحظة هاي انت ايش عملت انا في الهمزتين من كلمة قل أنبئكم ايش يسموه هذا؟ حققت الأولى هذه يسموه تحقيق الأخرى تسهيل وين زيد كمل ايش عملت اخر؟ انت قلت أنبئكم
تجي ونعرفوا الهمزتين هنا نقولوا تحقيق الأولى وتسهيل الثانية أي زيد مع إدخال ألف بين الهمزتين بين المحققة وبين المسهلة معك ولا يا شيخ؟ قل هذا هو الإدخال أنت ما قلتش قل أنبئك قلت قل أنبئ هذا يسموه إدخال إدخال ألف صغيرة خنجرية صغيرة بين المحققة الأولى والمسهلة الثانية. هذا وجه اللي قالون عنده الوجه الثاني بما أنه هي ختمة إجازة يعني مش إذا تعرف كل الأوجه اللي فيها قالون عنده فيها الوجهين عنده التحقيق تسهيل مع الإدخال وعنده التحقيق مع التسهيل دون إدخال كيفاش نقرأ الوجه الثاني قل أنبئ لا هذا إدخال سموه إدخال قل أنبئك من غير مد من غير مد الإدخال هو إدخال ألف بين همزتين من غير مد قل أنبئكم عيدها قل أنبئكم واضح شيخ نعم راك تاخذ عليه الأوجه الكل هذه ختمة إجازة حتنقل كما نقلنا وكما أخذنا احنا شعارنا شنو قال الإسناد من الدين معناها اللي خذيته توصل ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء نحن خذيناه جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا فكما أخذناه وهذا من أعظم الأمانات طبعا وبلغه علي نعطي فيك الأوجه واضح الله لا حجة لك بعد اليوم إن شاء الله حاول قل أنبئكم قل أنبئكم واضحة الحمد لله يلا واصل للذين اتقوا عند ربهم نعم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وعشان النبب مثلا نجم خليك أما فاغفر لنا مش قراءة قالوا فاغفر صحيح نعم. شفت اللي أنت ما تفيق أنا فيق بها أنا كما الواحد كما تضوى فيق الخطأ أنت تقولي فاغفر لنا هذه قراءة تسموها قراءة السوسي عن أبي عمرو السوسي يقرأ بالإدغام فيقول فاغفر لنا هكذا قالون لا بالإظهار ما عندوش قراءة الإدغام فنخلط بين الروايات أو بين القراءات وهذا لا يصح ممنوع فاغفر لنا واضحة يا شيخنا نعم إن شاء الله يلا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا نعم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الذين يقولون ربنا اغفر لنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين
المسلمين أسلمتم أسلمتم. يقول وجه الثاني هذا شي يسموه وجه لقريته تو تحقيق تسهيل مع الإدخال. مع الإدخال نعم. جيب التحقيق والتسهيل دون إدخال. أسلمتم 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 أي أسلمتم من ثم شرح من أسلمتم أسلمتم أيوة نعم. أسلمتم واضح يا شيخ؟ نعم. أسلمتم 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 يلا نعم أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا فقد اهتدوا فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم على العال إن الله اصطفى آل إن اصطفى آل اشرب شربة ماء زرب شيء كل مرة تخلي تدخل في الوقت نعم اشرب شربة ماء مش تبدأ مرتاح
وتنجم تهبط شوي في الطاقة مش عالية عليك برشا متعبة هذه تحس متعبة نعم هبط شوية الكرو هذيك يجبد حتى البيت إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا عليه السلام نعم وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكرياء ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام
وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة
وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم هذا الوجه الأولاني ها أنتم شو عملت؟ ها أنتم نعم نحن من؟ أي ثم تحقيق وتسهيل وإدخال أي فايش تحقيق هي ها أنتم هي إيش همزة هي؟ أي هي ها أما نحي الإدخال كيف نقرأها؟ ها ها أنتم ها أنتم ها أنتم ها أنتم ها أنتم مش ها أنتم هذا الأولاني ها أنتم ها أنتم نعم واضح يا شيخ نعم إيتي به ها أنتم حاججتم ها أنتم هؤلاء ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه والذين وإن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار
النهار واكفروا آخره. لا واكفروا آخره. هذا يتسمى وقف قبيح. نعم. معناتها الإيمان في الصباح والكفر في المساء. هكاش عطانا الوقف. مسألة خطيرة ياسر. نعم واكفروا آخره. الإنسان قبل ما يقرأ ديما نقول ديما قبل ما يقرأ الآية ينظر في طولها. فياخذ النفس باش يكفي في الآية. وإلا يلخبط. يودينا في داهية. قل لأحسن مصر. نعم. يعني آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. إمام الصلاة. لا هو 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 قولهم غلط حتى ولو تكملها الآية. قولهم غلط. القرآن إن يخاطب يخاطب لا يخاطب المجهول يخاطب بمعانيه بدون تأويلها. فهمت؟ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. على طول ما عندناش بس يكفنا. أما أقول واكفروا آخرة. هذا نعم. موقف قبيح. وللأسف الإخوة اللي تراه كله مليون ضعف عن الوقف. نعم نعم. يعني الآية طب يعني الإنسان قبل ما يقرأ ينظر في طول الآية. نعم. شيخ بن فس اللي بشي كفي. مثال واضح بالمعنى بتاعه. آه. مثال واضح يعني. نعم. بليغ. وأهلم كبير. إحنا المنظومة نحفظها دي ما نذكر بها. نقول ابن الجزري لما ألف المنظومة هذه قال وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء. شفتك إيش؟ محرر التجويد محرر التجويد والمواقف. 50% معرفة المفخم والمرقق والممدود والمقصور أحكام التجويدية و 50% الوقف والابتداء أين أقف ومن أين أبدأ. نعم. ما لخبطش واضح يا شيخ. نعم نعم. وحينما سئل الإمام علي عن قوله عن قول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا فقال الترتيل هنا هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. سيدنا علي حينما سئل عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا فقال الترتيل هنا معناه هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. نعم ربي ثبتنا. واضح يا شيخ. نعم. فالوقف مهم أيضا. آمنوا بالذي نعم. أنزل على الذين آمنوا. وقال الطائفة وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقين يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون على الله الكذب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة
أتى ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله فيقول كون ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولا يأمركم ولا يقول لك أعد ما كان نعم. لبشر أن يؤتيه الله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى لا زادت نفير والأسباط وما أعطف نعم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين بارك الله فيك ما شاء الله وفقك الله أمين أجمعين ممتاز نفع الله بك أمين أجمعين الأبيات شيخ حاضرين من الأول ولا وقفنا احنا ها في أي باب وصل مخارج الحروف كملناه كله لا لا قلت لي باش معناها باش مراجعة شو اسمه مخارج الحروف باش نعملوه من كل مرة يلا توكل على الباب الأول باب مخارج الحروف مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر للجوف ألف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين ياء
والضاد من حافته إذ واليا لدى رصا من أيسار أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعل والضاء والضاء والراء والراء نعم والراء يدانيه من ظهر أدخل والراء يدانيه من ظهر أدخل والراء يدانيه لظهر صحيح والراء يدانيه لظهر أدخل والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصافير مستكن من هو من فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة فالفاء مع أطراف الثنايا خاطر مشكولة عندي مع اي مع أطرافي فالفاء مع فالفاء مع أطراف الشا أي. نعم فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة لش... يعني يقول نحن حتى تكون موزونة في بيت الشعر مع أي مع تولي أرزينة فالفاء مع أطراف مع أطرافي خفيفة خفيفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة جميل للشفتين الواو باء ميم للشفتين للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم هذا باب مخرج الحروف نعم. كله بارك الله فيك ونفع الله بك وجزاك الله كل خير خيرا سدد الله خطاك شكرا امين اجمعين